ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحسني. مرحبا بك كامل معنا. إذا صحيفة الإيكونومست ذكرت أن الديمقراطية في العراق أخفقت منذ عام 2003، كيف تقرأ هذا التصنيف لواقع العملية السياسية في العراق بحسب الصحيفة؟ هذا صحيح، لأن في كل أدبيات الديمقراطية في العالم الديمقراطية تعيش على شيئين، القوانين العادلة والقضاء العادل، مثل يشبهوها مثل الحديقة اللي تعيش على الماء والهواء. وفي العراق اثنين هي المفقودات، القوانين العادلة والقضاء العادل. القوانين الموجودة الآن أما أن تكون قوانين غبية أو قوانين متصلة على مصالح الكتل والعصابات الحزبية اللي نسميها العصابات الإجرامية. القضاء معروف الآن أنه القضاء أسوأ قضاء بالعراق، يعني اللي تلقي به الجاهل والفاسد والجبان، فكيف تعيش الديمقراطية؟ ولهذا احنا صراحة انتهت العملية الديمقراطية بالعراق، والآن نعيش عملية إجرامية يعني بكل معنى الكلمة. طيب إذا كانت الصحيفة قد وثقت واقع الحال لمدة ما بعد عام 2003، كيف تراها الآن الأوضاع، لا سيما مع الصراع الدائر على هذه الحكومة الجديدة؟ يعني هذا الصراع واقعي الآن، حتى الرموز العملية الإجرامية بالعراق كل الكتل لا تسند على الوسائل الديمقراطية، وتسألهم عندما يرشحون أو يباركون أو يوافقون على تنصيب القيادات لمؤسسات الدولة، يقولون هذه تمت بموافقة أو بترشيح أو بمصادقة الصدر أو الثاني. الصدر معروف يعني الرجال في مستواه، اللي هو كان بادي بشعلة الخراب والإجرام بالعراق، أما المكتب الثاني والمرجعية الثانية فما ندري إذا هو كان الرجل حي أو واعي للعملية والقرار الدائر بالعراق. طيب هل تعتقد أن عبد المهدي يعني يمكن أن يكون حكومة ديمقراطية مع هذه التهديدات أو الضغوط من الأحزاب وميليشياتها؟ لا، هذا الموضوع صعب. عبد المهدي يعني إجا في صفقات خارج الاطر الديمقراطيه، فكيف يحقق الديمقراطيه؟ والان هي دكاكين ويحاول ان يرضيها ويمضي في 4 سنوات بتسويات وتوافقات ويخرج منها رئيس الوزراء السابق مثل سابقه الدكتور العبادي. فلا ننتظر منه يحقق الديمقراطيه ولا ننتظر منه يحقق الاصلاح، وهذا مبين من عنوانه يعني. طيب النائبة ندى جودة قالت أن عادل عبد المهدي اختار 4 وزراء فقط بعد فرض الأحزاب إرادتها على تكوين هذه الحكومة الجديدة. إذن أين الحديث عن حكومة تكنوقراط وكفاءات كما يحاول البعض أن يروجها؟ الحقيقة لا توجد كفاءات أو تكنوقراط، حتى إذا وجدوا يعني وفي كم اسم موجود بحكومته من هذا النوع، فأعتقد أنه هم مجربين أنه توافقوا وقبلوا على مساوئ الحكومات السابقة، وأذكر بالتحديد يعني السيد تامر الغضبان ومحمد الحكيم، وهم نعتبرهم من الحرفيين المهنيين، ولكنهم عاشوا وترعرعوا قبل العملية الإجرامية من 2003 إلى اليوم، وقبلوا بكل الضغوطات والترهيب والترغيب ومستمرين إلى يومنا هذا. أين التكنوقراط وأين هم؟ أين عبد المهدي من تحقيق الديمقراطية بالحكومة الحالية؟ إياد علاوي لخص المشهد السياسي في العراق بقوله أن الفساد أصبح قاعدة صلبة في الدولة بسبب السياسة الطائفية والمحاصصة وما إلى ذلك، ما تعليقك على ذلك؟ هذا صحيح، وهو جزء منها دكتور علاوي، هذا صحيح جزء منها وهو عاش وياها
تعامل معها، ولا ان هو مرر وزراء من خلالها، فهو ينطق بصحيح، هذا بيان صحيح، لكن هو جزء من عدها. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن كامل الحساني من واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات.